يومك بالت والجمال الغازل أرجاها وبصر الأنظار سحر الحسن يسرقها لتمشي برفقة تبختر بممشاها وقلوبي حسادها بالثقل تحرقها تبرع قول الخرايق في حلاياها من أخمص أقدامها لحد ما فرقها طينة العود والليل تغشاها والشمس في وجهها. في تقريرنا لليوم رح نتعرف على الخيل، الخيل العربية والخيل الأجنبية ولشو تستخدم. اليوم إحنا في مزرعة السيد بهاء الخطيب عشان نتعرف على الخيول. يلا بدنا نحكي عن الخيل العربية والخيل الأجنبية، إيش بيميز كل نوع؟ هلا الأشخاص يمكن ما بيعرفوا بأنه هاي خيل عربية ولا هاي خيل أجنبية، فإيش العلامات اللي بتميز الخيل العربية؟ طبعاً علامات الخيل العربية معروفة، يعني أي واحد ممكن يشوف أنه يشوف خيل عربية من جمال الرأس، من فتحة العين، الجبهة العريضة المنحدبة، الأذنين الصغيرين، الأذن الصغيرة عارف اللي بتكون متقاربة، طول الرقبة، العنق الرفيع، الجسم، الظهر القصير، رشاقتها، حركتها. يعني الخيل الأجنبية ما عندها هذا الشيء، الخيل الأجنبية عندها ضخامة جسم، الرأس ما، العين صغيرة، الجبهة ما فيش، يعني تنفع للشغلات القفز، المسابقات الثانية، السباقات القصيرة اللي بيستخدموها لدي الخيل الإنجليزية. كخيل عربية لازم تكون العين، فتحة العين، الجبهة، الأذن، الرقبة، طول الرقبة، قصر الظهر، قوائم المستقيمة الجميلة، حركتها، رشاقتها تختلف. في ناس كثير رح تسأل عن إيش الأمراض اللي ممكن تنقل من الخيل للإنسان وإيش الأمراض اللي بتصيب الخيل؟ المرض الأمراض اللي بتصيب الخيل، المرض المنتشر والناس يعني ممكن لازم تكون حريصة منه، هو في مرض اسمه مرض الرعام اللي هو خناق الخيل. هذا خناق الخيل طبعا احنا كمربيين او مدربين وعايشين مع الخيول ممكن نعرفه من شو اذا الحصان انصاب بهذا الشيء او ما انصاب. بيكون حرارته عاليه، بيكون فقد الشهيه، وهو ببلش من اعلى الرقبه بالخناق، بصير يطلع خراج. هذا الخراج ممكن بيعدي الانسان عن طريق اللمس او التنفس. بس عرفت بأنه إحنا معانا سكر فضي وإحنا موجودين جنبها عطول صارت تخبط عشان تطلع من هل الخيل ذكي فعليا؟ جدا، خيل عربي جدا جدا ذكي، لدرجة أنه الخيل العربية إذا أخذتها من مكانها لمكان بعيد وصار معها هذا الشيء أو شخص ضربها أو أذاها أو صار معها حادث في المكان هذا تتذكر، ذكية وفطينة ولا تنسى. هسا شوف السكر شو، هسا احنا بندرب الخيل بطريقه السكر او الجزر، التدريب اعطاني الشيء اللي بدي اياه، ممكن اعطيه سكر. وحتى الحصان اذا 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 حرك اكل وحرك ثمه بقول لك يشتغل المخ على طول. سبحان الله بتحب البني ادم لانه طعميتها يعني على طول طلع صارت عندي هيا. صوت سنابك خيلنا ابواب المجد فتحت لينا، حنا العرب تاريخينا.
بدنا نحكي عن أعمار الخيول وفي أي عمر بتم تدريب الخيول وإطلاقها أو إبعادها عن أمها؟ طبعا من أول ما ينولد المهر بنبلش يعني إحنا نهيئه من عمر 3 شهور، بنحط له الراسية أو الرشمة يتعود عليها، بعدين هو بنفطم من أمه لعمر 6 شهور، من 6 شهور ببلش يطلع برا أو ينعزل عزل كامل عن الأم. طبعا مش يعني عزل تدريجي يعني عشان الأم ما تضعف أو ما تمرض، يعني بنعزلها يوم يعني كل 3-4 ساعات بنرضعها، لثاني يوم كل 3 ساعات بنرضعها، وهذا 3-4 أيام لما ينعزل عزل كامل. بعدين ببلش عملية التدريب، طبعا هو لساته يعني خام يعني لسه صغير، بنبلش عملية تجهيز شوي شوي، ليونة، عضلات، شوية فيتامينات، وبعدين ببلش فيه المطاعيم والشربات الدود وهي الشغلات لين يصير عمر يعني 8 شهور، ممكن يدخل مسابقات للبيبي الصغار، تهيئ يعني نهيئه للمسابقات انه ما يخافش من الخيل، يخافش من العربات الخيل، يخافش كذا. لما يصير عمره سنة يبلش الحصان ينمو. بما انه تعرفنا على كثير امور بتخص الخيل، صار وقت بانه نروح نشوف كيف تنسرج الخيل وكيف بتنركب. يلا. الشعر في خيل العرب على صهيل المسرجات، لنها تقاليد العرب واخبارها وانسابها، ياما عليها سطروا تاريخهم والمعجزات، وبعض السوالف ودي اشرحها واقول اسبابها. سلام يا هذا البلد واهل الخيول الفاتنات، والله يعز الخيل ويطول بعمر اربابها، كم فارس من فوقها عش اسباع الجايعات، والخيل من ركابها والنار من شبابها، انا اسير العادي. هيك بنكون وصلنا لنهايه تقريرنا، نرجع لاستديوهات دنيا دنيا لنكمل باقي فقراتنا. الخيل يا اهل الخيل صونوها، تراها النادرات عز الرجال اهل الفخر، والخيل من ركابها.